دعنا ننتقل الى ما يتعلق بملف التيجاني. والحقيقه ان احنا زمان كنا بنلاقي ان اتباع الطرق الصوفيه ربما يكون من الناس اللي هم البسطاء العوام اللي هم بعيدين بشكل كبير جدا عن دراسه وما الى غير ذلك، لكن حقيقه الان اصبحنا نجد حتى بمريدين هذا الرجل الذين ظهروا اعلاميا ممن ينظر اليهم انهم نخبه زي بعض الدكاترة والفنانين والممثلين ونجوم المجتمع وبعض المنتسبين إلى عالم السياسة بشكل أو بآخر. فكرة أن الناس تؤمن وتسمع لمثل هذه الخرافات وشايفين ده أمر يعني ما فيش فيه مشكلة، حضرتك شايفه ده ينم عن إيه بالضبط؟ طيب خلينا هذه نقطة مهمة جدا في نروح لصورة أكثر إغراقا في الخرافة من صورة الصوفية ونرى كيف دخلت إلى البشر ثم وهي وهي تعيش الى يومنا هذا. صوره عباده الحيوانات، عباده البقر اللي ابراهيم عيسى كان بيدافع عنها في مقطع فيديو شهير او في احدى حلقاته، واللي بتزدروا الناس اللي بيعبدوا البقر دي. بدات ازاي؟ بدات بالتفاؤل والتشاؤم بهذه الحيوانات، تفاؤل ببعضها وتشاؤم ببعضها، ومع الوقت بداوا يقدموا عبادات لهذه لكي تأتي لهم بالخير وعبادات لتلك لكي تدفع عنهم الشر. نعم. الشاهد ان التدين فطرة انسانية والحاجة الى التواصل مع الخالق فطرة انسانية. بيجي الشيطان يدخل للناس من سكة ان هذه الفطرة ايه طريقها؟ ان يجي دعوة الرسل يخاطبوا تلك الفطرة، الرسل يخاطبوا في الناس الفطرة التي عندهم فيستجيب الناس، فالرسل يقولون طيب الاستجابة دي قصادها ايه؟ شرع ملزم، عبادة لله عز وجل، وكمان تضبط معاملاتك بشرع الله. تضبط معاملاتك بشرع الله دي معظم البشرية بتيجي عند دي يعني ايه وتقف. يعني الناس اللي تعودوا على الخمر ممكن يكون الى الان لو بحثت في اسباب امتناع من يسمع عن الاسلام في الغرب ليه ما بيسلمش، سيبك من اللي ما سمعش او اللي سمع مشوه، نعم تلاقي الشهوات، نعم صحيح، ولكن في الاسلام بتمنعه كذا، تمنعه الخمر، وده شيء في الاسلام بتلزمه المرأة بالحجاب، نعم. ولذلك الاعلام الغربي بيركز جدا على هذه الجوانب. فالشيطان يزين للناس ان يبتعدوا عن طريق الانبياء لما فيه من الزام بالخير لو تدبروا، نعم. لكن الفطرة العمالة تنادي لابد ان تشبع، يقول له طب ما في تدين ما فيهوش الالزام. ويعني لعل يعني زي ما حضرتك قلت ان ممكن نتفق او نختلف بس مع اي حد، بس إن لو قال كلام كويس. يعني لسه سامع مقطع فيديو للشيخ عبد الله رشدي بيتكلم على التيجاني انه مين اللي وراه، قال ناس عايزين تدين جميل جدا ما فيهوش الزامات. فاذا القضيه ده اطبقه على التجاني ده موجود في، نعم. فالمقصود ان لما يجي دول يسمعوا، على فكره الشيعة نفسهم بيستعملوا نكاح المتعه والكلام ده كاحد احد اسباب، هو نفسه بيروج لفكره احنا قلتها في المقدمه. لما قال انا سجدت وبعدين لما قام قال له انت الان مع الظاهر فلا حاجه لك بالمظاهر، أيوة. مظاهر التدين والالتزام هنا، نعم. قضيه سقوط التكاليف عند الصوفي. الصوفيه دايما هيقول لك لا ما بنقولش، نعم. او اللي قال منحرف، بينما القضيه تفضل موجوده عند عبر التاريخ. او اخوك الجن، او اخوك الجن. خلينا بقى نتكلم على دي دلوقتي كمان شويه، نعم. طب بلاش سقوط، خلي سقوط التكاليف دي تبقى عند الشيخ الكبير، نعم. المريد بقى الشيخ اللي قال على التجاني اخوك الجن، ده راجل بيقول انا اللي بغفر واللي بيؤمن بيه ينجو من عذاب القبر واللي بيحبني، ده من غير ما يشوفه كده، نعم. حبه على بعد، نعم. فقال يا اخوانا اخوكوا اتجنن. على فكره تبرير اخوكوا اتجنن ده خطر شديد جدا، لان انت ده كفر. فهل كفر انت تعالجه بان اخوكوا اتجنن وعايزين تنكروا عليه انكروا عليه بس بالراحه؟ ده ما هو الصوفيه عبر تاريخهم، نعم، يمرروا الاقوال شديده الانحراف، نعم. اذا قام الانكار عليها يقولوا شطحات، يقولوا في حاله سكر، يقولوا اخوك اتجنن. الى الان الناس بتدافع عن الحلاج ان والله كان مجنون يا اخوانا، وعدمتوه ليه؟ طب خلاص كان مجنون، واللي اعدمه كان واللي قتله كان مخطئ لو مشيت معاهم كده. لا بس شوف بقى مسنون
مستشرق مسيلون قايل ايه على الحلاق؟ قايل على الحلاق صوت المسيحيه في الاسلام. يا سلام. يعني هو من باب الفخر ان المستشرقين منبهرين بالراجل اللي انتوا قتلتوه ده. طب يا عم تثبت لي على حاله، هو مجنون؟ فيبقى كان بيقول كلام يعني خرافه من اوله الى اخره، ولكن مرفوع عنه القلم فيما تدعيه انت. نعم. ولا هو راجل عاقل قال كلام جميل نفتخر به، ولا هو قال كلام حق ودس عليه الباطل؟ يقول لك دي ويقول لك دي ويقول لك دي، وفي الاخر نفتخر بان المستشرقين يعظمون رجل من تاريخ العالم. طب المستشرق لما عظمه حط عنوان رئيسي كده، تقرا التواصيل للحلاج ستدرك انه صوت المسيحيه في الاسلام. فاذا دايما هيقدم لي سقوط التكاليف، تيجي تقول له يقول لك ما حصلش. طب تعالى بقى انا هاخد بس الاول ما يوازي سقوط التكاليف على المريد، غير بقى سقوط التكاليف على الشيخ. لا، مش الشيخ الفضل رمز صوفي كبير جدا، وبالمناسبه يعني عندما يقرر ان يتحدث بلسان الشريعه تجد فقيه لا يشق له غبار. العجيبه. نعم. لكن لما يتكلم بلسان الصوفي يهدم كل هذه الشريعه. ازاي؟ مش قال لنا انه ممكن يجي يوم القيامه ما نلاقيش نار؟ صحيح، حصل، قال ذلك. انا عندي حديث الشفاعه يؤكد، وده حديث الشفاعه مجمع على تلقيه بالقبول، موجود في الصحيحين. نعم. ومكتوب في كتب عقائد اهل السنه. وبالمناسبه يعني اذا لو قلنا ان هذا الشيخ من جهه فقيه شافعي ومن جهه صوفي رمز ومن صوفي جهه كبير. اشعري. نعم. طب الاشاعره بيقولوا حديث الشفاعه، ماشي، طيب، ومن جهه والفقهاء بيقولوا بيه، يبقى اذا الانكار ده جه من حيث كونه شيخا صوفيا. نعم. طيب شوف التلبيس بقى، يقول لك الا يمكن في قدره الله انه يتجاوز عن الوعيد؟ طيب السؤال ده لما اجي انا قاعد مع حضرتك هو دلوقتي، نعم، وبسالك سؤال عقلي، والله هل كان ممكن اني يعني لسبب او لاخر اتاخر وما اجيش؟ عقلا ممكن. ممكن. نعم. لكن بعد ما انا قاعد معاك هل ده بقى ممكن؟ لا. طب تيجي تقول لي هل ممكن ان الله يعفو عن الوعيد لكل البشرية؟ عقلا ممكن. نعم. لكن وحيث انه جاءت الاخبار مفصلة في حديث الشفاعة بنقول ان في نار وهتكون باقية الى يوم القيامة، وهينزل فيها الكفار فيخلدون فيها، وفي بعض اهل الاسلام ايضا يسقطون فيها فيخرجون تباعا الى ان يخرج الله عز وجل من النار من قال لا اله الا الله من خير قط بعد يعني اوقات متطاولة، بعد ازمنة متطاولة. اذا هو جاب كلام باطل مأخوذ من كلام ابن عربي وغيره، واحتج عليه بحجة تبدو عقليا سليمة. نعم. لكن فيها تلبيس. اذا المريد الصوفي اللي قاعد يسمع، والله يعني ايه من الكل بقى التنفير من الزنا والخمر والمخدرات، والشيخ ده نفسه هو اللي بيقول وغيره. وبعدين يقول ده النار مش هتلاقوها. او وبعدين شويه يقول هل يمكن؟ يبقى ممكن او لا. انا اقول لك ومن عظيم فضله، والله عز وجل فضله عظيم وكرمه واسع ورحمته سبقت غضب. الله، ده انت قلبتها من ممكن الى جزما مفيش نار. اعوذ بالله. والكلام ده بيطلع على الاعلام. نعم. اذا الصوفيه تقدم للناس دين مفيهوش نار. او طب خليه في نار، فحاجه حلوه وجميله نعمل احنا عايزينها، خليه في نار. والله لو اسمك محمد او احمد البصيري بيقول لنا ليهم شفاعه عند النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. انا مش حافظ الابيات يعني، سابقا. نعم. مشهوره في البرده. فان لي زعقه باسمه، وبيقولوا حديث موضوع في هذا، يعني ده نص الامه ولا اكتر، ما محمد احنا نص الامه بجد اسمها محمد، وطبعا شيء جيد. نعم. انا سبق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ان ده كده شفاعه. طب نعم. اللي اسمه محمد بقى يعربد. بالمناسبه يعني هم اللي هم بيكرهوهم في التاريخ المعاصر محمد واحمد، احمد بن عبد الحليم بن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب. صحيح. طيب يجي تاني وانه بيقول برضه البصيري وغيره، ولا يضيق رسول الله جاهك به. اذا جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم،
بغض النظر انت بتعمل ايه. نعم. وطالما وانه التوسل بالجاه مبني على ايه؟ ان جاه مثلا عظيم. ده يسع لو هي كده، لو ان الله جعل ان جاه مثلا هو الوسيله بدون عمل يسع كل الناس بذلك. يعني بلاش دول حتى الكفار، خلينا في ايه؟ خلينا في العصاة. اذا الصوفية بكل فصائلها نعم تقدم للمريد دينا لا الزام فيه. طب في والله واحد خد الصوفية على ما هي عليه، تاخد بالك ده عكس المدعى ان الصوفية بتوع المجاهدة والقلوب. ايوه بتوع المجاهدة، ما انت قدمت الشيء ونقيده. صحيح. بقى الشيء اللي عايز اللي وجد جواه درجة من الميل للتعبد نعم هيقول له الصوفية هي اللي بتخليك متعبد. طب درجة الى الانحلال، والله احنا هنقول لك ان الكلام ده غلط، بس عندك التوسل بالشيخ والتوسل بكل الاولياء والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون اسمك محمد او يكون اسمك احمد او تنادي على الشيخ او مش هتلاقي نار. ده المريد. ناهيك بقى عن الشيخ، تعال نتكلم على الشيخ. بيقولوا لنا لا احنا بنقولش بسقوط التكاليف. نقول لهم بس عندكم حكايات لا يمكن، وحكايات موثقة عندكم. نعم. يعني موجودة مثلا عند الشعراني في طبقات الصوفية. لا معنى لها إلا ذلك. يقول لك فين؟ أقول له طيب بتقولوا السيد البدوي لما جه من المغرب، وعلى فكرة أنا بحاكم القصة سواء هي أكيد ما حصلتش يعني، ومش بحاكم أحمد البدوي برضه لو ربما يكون كان رجل صالح، لكن أنا أحاكم كتب الصوفية التي تقدم لي هذا الرجل. فإذا لو الرجل ده عمل كده يبقى كان بيقول بسقوط التكاليف جزما. نعم. أو بيقول لي طب ما عملش يبقى أنتوا اللي كذابين، وأنت في الآخر بتقدم لي أنهي صورة اللي أنت قايلها في كتبك. نعم. طيب السيد البدوي لما جه من المغرب واستوطن طنطا اختار بيت كده طلع على السطوح من غير استئذان، مش مشكله دي قوي يعني، وقعد لا يصلي جمعه ولا جماعه. وذا عصيته جدا بما اظهر من احوال، ما بيصليش واظهر احوال تبقى احوال شيطانيه. ده الف به عندنا عند الصوفيه غير كده، لكن هنقول ايه؟ انت راجل ما هو حاجه من دي الخوارق العادات دي، يا اما كرامه يجريها الله تبارك وتعالى على ايدي اوليائه، يا اما استعان بالجن والشياطين. نعم. وده اللي بينه الشيخ سامي التيمية في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. طب واحد ما بيصليش يبقى خوارق العدد دي مع الجن والشياطين. مره ثانيه انا بتكلم على ما يروونه عن هذه الشخصيه. نعم. لو حد ثاني قال لي لا انا هقول لك قصه ثانيه خالص، والكلام ده كله اتكذب عليه بعد وفاته، والمسجد اتأمر على القبر بعد وفاته، ماشي خلاص. لو احكي لي قصه ثانيه اقيم لك ايه الشخص التاني، لكن نعم. موجود في كتب الصوفية القاطبة ده السيد البدوي. فالعلامة ابن دقيق العيد، وطبعا عايز برضو أشير بين قوسين كده بسرعة، يزعمون أن علماء القرن الثامن الهجري أيدوا الصوفية. منهم مين؟ العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد. تمام. ما هو بعد اللي حصل لهم، ما شوف إيه اللي حصل لهم من الإكراه. ابن دقيق العيد طلع إيه لينكر على البدوي، هكذا تقول القصة، فقال له اسكت وإلا بعثرت دقيق. فيبدو ابن دقيق العيد ما سمعش الكلام، فوكذه وكذا، فوجد نفسه في جزيرة من جزر البحر لا يرى أحدا. طبعا دايما الحل السحري عند الصوفية الكرامة، الخضر عليه السلام بيظهر يحل المشكلات. يعتقدون حياته، وإن ومع حياته ما راحش للنبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. ومع حياته لم يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع حياته ما بيجيش يحل لنا مشاكلنا. طب يا اخوانا اذا انت عندكم الخضر عليه السلام واسع الكرامات واسع الخطى، واحنا عندنا مشاكل في الاسعار ومشاكل في ميه النيل ومشاكل، فلماذا لا يسرع هنا ومشاكل مع اليهود. نعم. ما تقولوا تستدعوا الخضر عليه السلام. نعم. كان ياتيكم لحل مشاكلكم، مش معنى انتوا يعني. طب هو يعني ما يوسع، طبعا بلا شك ان هو يعني مات، لان الاسلام قال لا يبقى على ظهر الارض ممن هو عليها الان على رأس المائة عام احد. فلو افترضنا جدلا على اقصى تقدير انه كان عايش في لحظة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يبقى مات في خلال 100 سنة. نعم. على الاقل فضلا هو شيء انسان طبيعي، غالبا مات في نفس زمن موسى عليه السلام. نعم. يعني
طيب الخضر عليه السلام، القصة بتقول ان الخضر عليه السلام ظهر ايه لابن دقيق العين، حكى معاه ايه المشكلة، فبين له قال له انت عارف انت فين، ده انت في جزيرة من جزر البحر تبعد عن القاهرة مسيرة 60 عاما. وبعدين ايه قال له اذهب فاعتذر له، اعادوا الى القاهرة. في قصة تانية اجمل بقى اللي هي ايه، محاولة الاعتذار ان البدوي كده مش بيقوم بسقوط التكاليف، هو جزم الراجل مش بيصلي لا جمعة ولا ايه ولا جماعة اهو، واللي انكر عليه يعني قذف به نفاه في الجزيرة اللي معرفش فين دي اللي مسيرة 60 عام من القاهرة. قال له انظر الى هذا المسجد، فجأة الجزيرة ظهر فيها مسجد. نعم. قال له نعم. قال له بعد قليل سيؤذن العصر وسيأتي قوم يصلون يا أمهم أحمد البدوي في الجزيرة اللي على بعد إيه 60 عام دي، فصلي خلفه ثم قبر يديه ورجليه واستسمح. كده طلع السيد البدوي بيصلي. نعم. بس ابن دقيق العيد جاهل بقى على قد الظواهر. نعم. اللي بيقولها التجاني. نعم. مش شايف انه بيجي وقت الصلاة يحمل بخوارق العادات بتاعته، والله اعلم مين اللي بيصلوا وراه دول، اكيد بقى ايه الاقطاب والابدال، لان الصوفية نعم. عندهم كده ايه ترتيب لتدبير شؤون العالم. نعم. يشتركون فيه مع الشيعة الاسماعيلية، يعني حذو القذة بالقذة، ان في القطب الاكبر ده بيبقى واحد بس. هتلاقي مش عايز اسمي لك اسامي، فلان وفلان وزود عليهم التجاني، كل تصريحاتهم الان بيلمحوا ان هم القطب الاكبر في هذا الزمان. وهكذا يبين حتى في السيرات الذاتيه. ايوه. ولا طاقة له علماء عصر. مين بقى اللي يحكم بينهم بين الثلاثه دول؟ نعم. بس يعني حد يحكم لنا عشان نعرف مين القطب الاكبر. نعم. في بقى الايه الـ 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 الابدال دول اربعه على نواحي الارض، يبدو الارض عندهم مسطحه برضو مش كرويه. اه تمام. وفي الايه على القارات السبع، ثم النقباء تقسيمه كده. والخضر بيظهر لكل دول، لكن القطب الاكبر يظهر له النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى فلان وفلان وفلان اللي قال لك مثلا جه عرض عليا ان كذا وانا رفضت، ده كده عند الصوفية يساوي بيقول لهم انا الان القطب الاكبر. ماشي. طبعا فالمهم فيبدو ان البدوي بيصلي بالاقطاب والابدال والنقباء، فابن دقيق العيد راح وقبل يده ورجله واستسمحه فرجعوا القاهرة تاني. دي قصص كما يرونها هم. نعم. اذا احنا بنقول سيبك، يعني حيث اننا لا نصدق بالجزء بتاع انه بيروح كل صلاة. نعم. في الجزيرة ديت يصلي، اذا هو حاله انه كان يرى ان التكاليف سقط عليه. نعم. لو عايز تاخد قصة كمان اظرف من انا خلافي وقت